يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام وحدده بالصاع، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بالصاع، أمر بالطعام وحدده بالصاع، فدل على أنه لا بد من إخراج الطعام الذي يؤكل في البلد. ولو كانت النقود مجزئة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.